بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر قواكل وبقول يا أفراد كم من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب الجنائز بين كسو الشري، باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه، وحبابي هاي ريبد الله يسكر ريبي شرع قديدي عن تجسيس القبر، قبرك إن لا شميتيو أما لا نورديو، يوال بناء عليه قبرك إن لا ديسو وحلقوتو لديسو إن إسم بنانين يوحو النبي كري عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والحديث في مصنفه بهذا الوجه لبي طبان كون هالبغ اللواتني لبكو وريه. حدثنا حفص بن غياث بن طلق النخعي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وحور السحابي نهى رسول الله رسولك لو حكره بأمده أن يجسس إلا نور ديو أم الله شميتيو أم الله سبليو القبر حواشي قبرك حكره نبو مده كرمه أن يقعد عليه إن لغض الفريستو وصلك الله ساره لغض الفريستو وأن يبنى عليه إن لا ديسو دشيسة تندي إيو قبض إيو قري إيو درس إيو مخصين لغا ديسو. وحدثني هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا حجاج بن محمد المسيسي، وحدثني محمد بن رافع القشيري، حدثنا عبد الرزاق بن همام السنان جميعا حجاج إيو عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أخبرني أبو الزبير داي عم بسويري هذا، لكن حوك كان أسوء عليه إن ابن جريج ما دام التقليس لغوها يستوه وعدي تحديثك. قال وحول أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول أنه سمعنا هذا ما يشعركم أجرين أبو الزبير عن جابر سمعكم أجرين ابن جريج عن أبو الزبير سمع الرواية ركم أجرين يقول أصول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، فذكر وحوشي أي وريان لبدا وداد بمثل حديث السابق. وحدثني يحيى بن يحيى أبو بكر التميمي النيسابوري أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي الزبير محمد عن جابر قال وحول السحابي نهي وحاو مضى مسلم كالله قرر اللودي عن تقصيص القبور، قبورت إلا النور ذيه أما لشميتيه أما لسبليه. عند ابن حبان وحاكوتي ميد كانوا يسمون الجسة القصة، جسة النور دا أما شميت دا يا بلسكي دا قصة اللي دا مركة جسة نوال اللي دا قصة نوال اللي دا مركة تقسيس يا تجسيس ساسي كريهم واسكم ميد ولا باشا اسكم معنا. كانوا يسمون الجسة ونور دا أما شميت دا القصة أورنشيرين. حديث كان مركة حديث جابر باباب كأصل أه صدح مسألة كجرتو مدى كوبات قبر إن لا نور ديو أم الله سبديو أم الله شميتو نبي ومد وأودي ذي نهي كان سيد الراجعة وتحريم حرام لما أقوله وأن يقعد عليه إن لغد الفريستان لما أقوله وحرم الدر قبورة مسلمين تأين روح مرك النولية إن الكفر يستمع لما أقوله من رب النهارين ملك قد دع بين أهيدي يحد قدب يحرم الدر هذو دنتيبونا كسي مدن يهيوي اركوا لما اوغلن لو فديست قبرك دوشيس وحان كون لوغان وان يبنى علي البناء البناء علي قبرك اسغ ان لا ديسو لا تاغان لما اوغل اسون اسغ لا تاباني ان وخ لا دول ديسانا سيده قبضها هي درسوينك ايو بلبلوينك لوو ديسي جيره اي تندوينك ايانا لما اوغلو وا حاران صدخ مسلو ايو حديث كو كيناي او شمليست خارج الصحيحين وصنان كا حنا كم الري لبس زياده وحديث كجابر قوته وان يكتب عليه او يزاد عليه لبضع الروايه وترمذي هي صنان كاي وحوجين صحيحيا حاكم نويده وصنة صحيحه ولا دبل ان يحوجيا لكن صحيحين كو يغتغين للعله يغتغين اي وحوار كانين على شرطه شرطهما اوسن اهي مركا وان يكتب عليه ان مقع لو قرو وروحي دنتي مغي سيدا ددكا اي رقم بكا دغتي حبالاي كريكو اي لانغاتي مكا تقتو اي
iyo xabaalihii xeebaha ku yaalay reer koonfureed xabaalahoodii korka iyo galbeed markaa tagdo jigjig kor u dhaafto waxay ka koreeyaa iyadna waa dhaqankaas ay leeyihiin marka kitaabada in ruuxa taariikhdu dhintay magiciisii ciduu ahaa howlahaas ammaan waxbaa lagu qoraa qolyaha salli iskaga qora qolyahaba qur-aan ku qora mararka qaarkood waxaasna inaysan bannaanayn aw yuzaada calayh in wax lagu daraba caradii laga soo qabriga laga soo baxshay unbaa hadhowna lagu celin carra kale lagu dari maayo maxaa yeele carra kale haddii lagu daro wuxuu qabrigu waa dheeraanaya labada riwaayo labada ziyaada wata masaladu marka lasoo gaabiyo qabriga haddii la dhiso haddii la shamiiteeyo haddii la qurxiyo haddii qasri laga dhigo in meydka wax ajra uusan ka helaynin waa masalatu ijmaacin bayn ahli qibla maxaa loogu lugayay marka waa bilaa faa'iido qabriga haddaan si walba u naashnaashno oon ka dhignoba looj iyo qasri boqor aan ka dhigno meydka wuxuu ka helay ma jiro innaguna ajir kama helayno isaguna waxba u tari mayso biijmaaci almuslimiin ahlulbidacooda iyo ahlusunnadoodu waa isku waafaqsan yihiin hawsha inaysan meyd waxba tarayn annagana waxba na taraynin waa masale aan muran lahayn agtooda waxaan marka waxba ku taraynin ajirna aan laga helaynin meydna aan wax taraynin in ruux muslimka ku mashquulo waa maxay waa idaacatu waqtin wa idaacatu maal daalo deeg weeye waa xoog doofaar lagu eriyey ama dhaanta lagu tumay dhiijanin soomaalidu waxba kama jiro intaa waxaa dheer marka waaba xaaraanba dembi baa lagaaga qori dembibaba lagaaga qori muslimkii baad ku dhibi waalidkii dhintay lahayd qabri waan u hagaajinaya adaaba dhibayaba wuu dhibsanayaa waalidku qaraabadu dadka ahalkeed xabaalaysaan xumahaad samaynaysaan way ka xanuunsanayaa waa inaga soo marray waa loo bandhigaya way arkayaan ma rabtaa in marka aad walaal muslim wax tarto ka ilaali xumaanta ka ilaali bidcada ka dhowr ogana baq waxyaabaha aan bannaanayn masalada marka bannaankay taal abu zubayr xadiidka waxaa ku mutaabiciyay nin la yidhahda nasar ibnu raashid waxaa kaloo ku mutaabiciyay fi riwaayati can jaabir xasan albasri waxaa kaloo ku raacay sulayman muusa sa waxaan u leenahay zahid alkawthari almulxid yaa wuxuu yidhi xadiidkan waa daciif maxaa yeele xanafiyada khilaafay axaadiidan axaadiidan ay khilaafeen marka inay axaadiidta daciifiyaan bay isku dayeen ninku shar badana ninkaasu ahaa xagga xadgudubka axaadiidta nabi maxamed marka wuxuu yidhi xadiidkan waxaa la tafriday abu zubayr waqad cancana waana mudallis abu zubayr buu ku dhagan yahay oo la tafaruday buu leeyahay ibnu jurayjna wuxuu yidhi wuu tadliisiyey tafarudka abu zubayr waxaa laga yidhi waxba kama jiraan waajeebkaada maxaa yeelay saddex wadaad baa ku raacay sulaymaan muusa iyo ninka la yidhaahdo xasan albasri iyo nasar ibnu raashid kharija saxiixay ama abu zubayr ama ibnu jurayj faqad saraxa bitaxdiid can sheykhihi wa sheykhi sheykhiiba way cadaatay marka warkaasi war jira ma aha dhismaha layska reebay waa laba soo gelaya labada macnaa idiin sheegay baa soo cinda ahlicilmi in qabrigu qudhigiisa la dhiso iyo in wax laga dul dhiso labada macnaba way ku jiraan mid walbana waa xaaraan sida raajaca xadiidkan jaabir macnuhu tusa wax khilaafay ma jiro muslimiinta iyo culimmada ahlulqiblaha waxaan xanafiyada ka ahay xanafiyadu marka iyagu hawshaa inaysan dhib lahayn oo markay u badan tahay karaaha tahay bay mareen waqad khaalafu sunna sunnadii nabi maxamed iyo dariiqiisa bay khilaafeen aqoon darro ama surma seegteen iyo hafid marka lagu raaci maayo waxaa kaloo mudan in la baraarujiyo bacdu lculamaa waxay yidhaahdeen qubuurtao dhan waa sidaa laakiin waxaan ka soo reebaynaa qubuurta culummada iyo saalixiinta dadka warwanaagsan iyo awliyada iyo ahlu khayrka qubuurtoodu way bannaanta xoogo la nashnaasho la nuuradeeyo la sibdhiyo aan isku mid laga dhigin qabriga caamayga iyo qabriga ninka caalimka ahaa say adduunkaba u kala soconaayeen waa in qabriga loo kala duwo maxaad ka leedeen hawsha iyada waa istixsaan bira'yi almujarad istixsaan bira'yi almujarad wey aniga waxay ila tahay oo ra'yi awe nabi maxamed baa kule an yujasasa alqabru alqabru albaa ku jirta dikri ka horeeyey ama machuud ka horeeyey lagu xaweynaa ma jiro waa ashi marka ahayd istiqraaqiyada tacumu aya qabrin baa loo jadaa qabri nabi ha noqdo
مد عالم هنقضه مد أولياء هنقضه مد عام هنقضه الله كلا قادم ماي أشد لشنيس إذا ونصوص تقول لقيده أما الله الدبره أما الله خصيصه بدون الدليل ونحيابه الدين كلا قبو حدان لقب فرسنين هل سوي شريعة وحي سيد ديسي أي دبر كفرتي مطلقة دكتي أما أي عام كدكتي باهيسي إن أدوك صوكوبته أما أد قيدو الدبرته بدون دليل هذا وحكى لكبة بال وتأويلي هولك اليمراء وقل إن في الفروع إن كقلوا ذا هالسة محايا إلي مشرع بان نقونيسة مستدرك على الشريعة نقونيسة كدبتك نادي لما يستري وحي شريعة كهفتان بحنية بالليل نبي محمد ومركة ثلقة ساولي قيسة ما هين الباهيس إن الدبرتي هاي إذا النبي الله يستابع نبي يربى نقطه كوفيات كوسان اسكمنا وقبت صم مشكلة ما مركة اسكي إلى علي أكو خلط ما هو جاي هذا صدرت وكمال قرن جري منك بالعلي مات هو أركاني حسناتها فقد استدرك فقد استدرك على الشارع اليوم أكملت بها النبي قال فصير لما يستري حيالتها يعني النبي الله سيدا ساتريه لكن حيالتها إن الله سمين علومة يا عمضة هذا هو النبي كلام ركال كما أقول النبي كلاتي إسكا إلالي بداري سبق بكوك شابان لي إذن كو فقي فقي وحبان هكا جينا إلالي هنقونينا هاي دين عزب الله إيماننا إسكا إلالي تاسوا مسأل شافعية دا أي أيوك أنا خلط كلاك قلو وحيدا دا إمام شافعي وأمك كشيك وأنا خطأ من حيث الدليل شافعي وهي حديث هوشان تفصيل بان قلينا تفصيل يعني قلنا إنه قيبت هوري قبل قال لما نورضيني ولما شميتيني ومسلم بور طول فريسون ومسلم قيبت لكن بنه باسمها إن درس لقد دلسو أما خيمت أما قري لقد دلسو أو شايدا مرنا وحرام بلو شافع مرنا وكراه قرمي حرام تاي وحي حرام تاي قبل قد كل حيال حباله وقف أه المقابر المصبلة لهذا سيدي لنقاتو كالي ايشكتي كريوكو كالي حبالا ميلا وقرقا دلقود حبالي يبير دوغا اللي دي قوفا دلقود حبالي مرنا دول وينو مسلمين تو ايليه اما دولدو اي بحسي اما وقفا ايا حبالا قا قد مركا ايضا حباشا دي وحبالا قمت لسيك كارو وحبالا قمت دول لسيك محايا لي قبرقا دي انكبضا باد قادانيسا ملك الغير بالورقت بدون إذن وأنا حرام. نقول كلاتكوها بستي وحبات بوليت قبل 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 عيس. أظن نقول بدك بعشرتي هذا أظن ننتهي بدك بوبيس وقبل قبل قبل بوبيس وبولي بيدي. هل كاسو الشافعي ومرين تفصيل كاسي قليل. لكن هذه القرقة هذه المال الله راح يعطي له هو حباله وي بنانتاي مع الكراهة إن لدسه وحلقاته لسيدين وأنا تفصيل لا دليل عليه. واستحسان يا رأي شافعي شافعين كن راعين لكن دليل ما لها معايا لي أسقى وحنور شري ترك الاستفسال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ومن قواعده وتأسيري مسلمين يكون راعين حنفيها كم ورانت نبي يقول ما كلا قال مدهن قبري أضوء الليلة مدهن مد وقف ومصبلة مدهن ميل عريجة ميل واسعة ميل كليقا دار إسلام دار قالوا ما كلا قادم أي قبر وي في أي دار في أي أرض تخصيص كاسنا الدليل بأبان ولا دليل عليه وحنشكيان لكن إنه كلا دارنت هاي إنه كلا دند وي انتهي مورا ملا مركو حانديه كرا إمامك كرا هذا وحيوجد كلاو التحريم تحريمك عربك وكل شيئين وحيوجد تحريم فوق التحريم الذي أطلق عليه الكراه ساهد دلة هو ومعقول لكن هدلة حاران ما هم مركي خاص تاعي مركي عام تاعي هو حاران وهؤلاء دليل هنا ينادي إسكو هذا لا بدأ مسلم ممكن إلا برارجيو بين مطناين هل مرون بفقاد وكسور من قضية داعية ده أو اسمها أما شمين تيت مركا لغا عبسانا يعبسي دليل كذي هي مخراتي كذي إن ميت كيماشي لغا لبحب روى وحاجه حبالها قفي وهدان الله شميتين روح بالله بحي وحاجه كليو قليو توقو وميت كلا حبالها بكفن كلا بحاي
هذان لشمي تام الله ديسن شبل قلننا أن لكرين إن ضرورة أي تما دمين أصل وحوي يدان دب كاترين قبل لما ديسكروا الكامر بلغس ضرورة نوا يكدو وانتاي حالة الاختيار حالة الاختيار بابنا يعني الجلوس على القبر والصلاة عليه قضية كتابة وقرالك وحنقص الرئيبين كلية وحيص مضل وقطل لها أستان وحديث عثمان مضعون نبي هو شو كسم اللي يدري شده ويبنان تاي مدح قبرك عمل وهيسة أما برطمهك ماشي دون هالنقطي أستانات كقرات قريات كتاكتو بريرو تقليسو بقح في قنط كسميسو علامات هدوات كقرات صد أصاب وقته dadka ahalkii adana ugu soo dhaweeyay ila dadka waa daris baa laga dhigaay way banaanta laakin kitaab iyo magac lama ogolo hawsha ayada amarka waa bidcu ha laga fogaado babunna haya al julus al qabr wa salat alayhi wuxuu baab reebida la iska reebi xabaash in lagu dul fariisto lagu dangigisado ama lagu seexdo la jiqilaysto waa had gudbiya waxaan loo baahnaayo إيا إن لقوتك ذا قبر الدشين على العقلي وحدثني زهير بن حرب من حدثنا جرير من عبد الحميد الضبي عن سليمان بن صالح عن أبيه أبو صالح السمان ذكوانه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم مثكين كفر يستو على جمرة لمبل ضب أو كفر يستو وفتحرق ثيابه وركيس اي غبتو اسغنا اي جيركيس غبتو وفتخلص اي غدبت الى جلدي غنكيسي هرغيسي سانتيس ايا خير له اوغ وناغتن ودانتا من ان يجلس على قبر انه قبر كنت الفريست النبي عليه الصلاه والسلام سينو حكفن وحنا نغ شيق النبي عليه الصلاه والسلام مدكين دمبل ضبعه انه كفريستو كدم ركيس اي غبتو او كغدبتو او اسغي غبتو أي أودانتو لوقاتي أنت أو قبر مسلم كل فريسان لها. أرك قبر تسكير عليه وي. قبر يعني لقط الفريسانين يعني لقط حد قد بن هل جوا فجادو حرمته ده هلا إلى عليه. لأن يجلس أحدكم على جمرة متكين ورح القط الفريستو وفتحرق ثيابه وركيس أي جبتو فتخلص أي أجدبتو أي جادو إلى جلدي جن كيسية سانتيسية مقار كيسي يا خير الله وخير بدن من أن يجلس أن قد الفريست على قبر والحديث عند أهل السنة حديث كان أبو روح أم خراتك عاية حديث كعقبة من عامر من واجه أن كم رأسون الديراء معناها المركو كان يصوب نبي قابكم أهلا يوحوي لولبا وقدري زيادة وتكون شنبقل لحدن يتضبط كفيرين كرتاني لأن أمشي على جمرة أو صيف أو أخسف برجلي أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وأنا حديث حسن صحيح أصدقنا نبي حول عليه الصلاة والسلام إن أن رحل قد الفريست أما رحل أن قد صعده أو صيف أما سيف عردد أن عكت إذي لقت إذا مريه أو أخسف نعلي برجلي أما أدن كيجي كبهي قال لسكتل كبت أذقبت هذه لقوطة أنت مدع لقوطة محار يعين قري لقوطة لكور إلا كبت لقلنشري ما لقينا جرب عبارة لقوا كبار لقوا تلوش مضع ما هاي نما عكول هاي يا كم صابير تمر ربا بالك هلكن 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 كده العسناية حرق سوقة من جنان ربا يا دكت لقوت كوندس كوا حرق شو بير تقول كذا مية ورع الدالي أي رادي فانتين مرة كم تلوش ريم بعدي زي والجرو يديني كم متقان حرفضة متقانة نوحور إن أن قدر الصعود دنبابورات ضبعة أما السيف أفكير يعارض أن قدر الصعود أما أدن كي يقول لقطة أي كفت إذا الله يسكت له أي أن كتش إعلان لها أبو نبو عليه السلام أن روح مسلم قبل يسكر فريزته أما أن دل الصعود أن أمشي على قبر مسلم كو استاق كو فريزه كل لغين توايس كو دنبي هدول مرين هكو فريزان هكو استاق كله حبالها مسلمين ما بوقنا إذا إسكا إلى لي ماشى وضد أي وضيق هذا لو بس مرة إسكا حقادنا هل سوي دم بوي كبير من الكبائر هذا الرب الرحمن بوقنا يزيار وصلنا واجب معي ما حدونا تمر كلا تمت دم بكبيرات كلا تمت باللنقاطية كريكو كلا تمت عن الرحمن بوقنا هي مرك إسكا إلى لي حامض هو شو كباب بعد حديث كاسم معنا عدي فريسي مرك الله جه الله يو واكدو الاستاجي
كدن جيكسجي إن أتكون صعوتو وحاصل دم بايسك حقوق ما أها إن أتكون صحراتو كل حاجة جودة ما أها وحلاق هذا لقاه الله ويكسر دنا طيب الدعاء يدون. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدارورديه عبد العزيز بن محمد وحدثني عمرو الناقد عمرو محمد حدثنا أبو أحمد الزبير محمد بن عبد الله حدثنا سفيان أي الثورية كلاهما دارورديه سفيان عن سهيل بهذا الإسناد نحوه عبد الجرير كهوري جرير عبد الحميد إنه يهاي إنه جرير بن حازم يهاي بل إيه هذا إنه جرير عبد الحميد يانو مرينية. وحدثني نحوه نحو الحديث السابق وحدثني علي بن حجم الياس السعدي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر با لوجيدا وانا ايمان دونا مقعو عضين دونا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله الحضرمي عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عن أبي مرثد الغنوي واسمه كناز أما كناز بن الحسين بن ليلة قال حول السحابي قاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور قبورتها قد الفريسانين هاكوصوا عني هذا إنه مريان لقد اللغين كرين إن لقو استاغوا لقو السعودة لقد اللغين لقو فريس واسكو دمب ولا تصلوا إلي حق ذنا يان لو تكنين قبرك هو مغض وقبل ذا كاجرا لما وقلوا وانا تكفوا قاعدتو قبرك هو حق الجهادة إيه قبل ذا كامرنا وممنوع عمد هور الصوماليين دو حيو سيد اوتش علىين سيد قبر كو جيري شيخ قبل كو خبالان يهاي ميشا محراب كو جيري يا سيد ادي جيرين باقون درو اقون درو ولا تصلوا اليها الى القبور قبور تهل حرميان لو حد قدب يا لو استاغين يا لو فريزنين يا لو دلوينين لكن صلاه حقود ان لو تكن اذا النبي خو اسكو خري احترام كي حرمينتي وقتدك مسلم كا قبر كو كو لها يوسن كيني إن الحق وذو تكتو ومعنى مهم جدا هدي لقوا قبرك حرمي وروح مسلم كاس مركون ولا سيدا ذو حرمين جرتو حرمين لقوا يريد سكا درنبا هاو قاضني إن حق وذا صلاة اللو تكني هاي شاسا أم ليني انت بدون سويل أساق وحققات جربنا عند حميد طيب خير إن شاء الله. وحدثنا الحسن بن الربيع البجري قال حدثنا نوارق عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد ورانا عن ابن جابر بن لقسويد وذلك ابن جابر كآوي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله الحضرمي عن ابي ادريس الخولاني عائد الله بن عبد الله ايال ليلى ذا ومشهور بكنيته عن واثل بن اسقر رضي الله تعالى عنه عن ابي مرثد الغنوي قال حول السحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور قبور تحق يعني لو تكنين أما مسجد أقول حتالو أما بنان عليا الضريات إسكهيلا أما هود كوارق قبر قوات كلها حنيس لما أقوله نبي قلوا واكد دقي صحابة واكد دقي على مجرين وكي أقدم عي سيدنا عمر إنو أنس كو قرع وكبري إيوه أنس بوحيرا أنو ميل بنان أكو تكن هاي يا عمر يا أركي عمر بحق وكالحكا أركي هرتي إنو قبري يالو قبر حبال بورت اذا كنت انقل امي شيء ما اركاي بالحواش وارسكت كاني مركاس انت سو دقه قوشي سو قاتب يا انس القبر القبر والقبر كفكو قبر كفكو وان فهم وايبور انا قاتل لي القمر القمر الا قبر يا قبر يا قمر اسكو جيني ضيح ضيح كربا فيري مكو يسو دواده حق انه سو الحاتن يا اركي انه قبري كهالله مركاس ان كعر مش ديك هله ما كنت تقنا هو اكو يقنا وذكر سيدنا عمر مكلا ما أقوله لما أقوله قبرك هي كلا إلالية صلاة كلا فقية وحكيني سها قبورتها ديقابك لو قلت كذا فرح لقا قاله واقدم بالشيطان إنه قدر دعية ما كستيني عامد يا عروت يا كرد جيل قدم به بقول سنة الله أو بقول سنة كدب أبهي أوقا قبرك أي بركة سنجرين قبرك أي عابد جرين وحي قوم من نوع يكون هلاك سمي قوم من نوع وحي مشركين تكون نقدامه شركي قول ري أدونك كرد عنا قبور بقبل وضع إياه صالحين إياه علوم الحرمية اللي وينه قبل الله ابن عباس بن عدي في صحيح البخاري لكن علم قل لي إلا بي علوم هذا دمادين ويقول تياراتي يو شيطان وحيو كرد دعيي ورصيد الدنبي أو ياشي نفي عنابا لعابد الشري واكا صور رضو دي ميلحكو يا الله. إذن حديث كما كان لو فسر لا تجلس عليها لو فسر يعني لو فريسن فدغي عادي اما استاغي يكو صعد كبا صحه ان لو فسر
حاجة قدشدي صح معها ولا تجلس على دشدنا أكون فريسانية حاجة قدشدي أيضا أي حاران تايوسا بناني أدي لك لا كتمت حاكم إذا حديث كعبة بن عامر أيا كم إذا ومرك ونبي كهل قضية ده أيا وحكو جري حديثك وما أبالي وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق نبي حوري دن كمله بوري وإيه سمنتها إن قبور كحاجة كنت أحد هذه إن سوق برتن كيس حيتو إسقاويه ونركا كحاجة كنت قبور يا حباله نين كحاجة كنت كحاجة أما كصحراضي حول المدي هاي سوق برتن كيس إسلي نين تحيتي كسي داي معايا لسوق يا شوقة بلشيد وأكوار كيس هل كانوا معاي أهل قبور كبا كفيرن هاي ما فيرين بفيرين كدوا كو انا عين اليقين هيو اخر هذه كو لقى حشون لها وي اذا واسكم بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق برتنك اناد كسي دي سوي حان لو بهنين ايو ان انا حبا دخ فريسو تو واسكو حقو ابن ماجه بينه كبر حديث كاسو وذهب يجي له حديث صالحه ابن كثير له سند وجيد بصير وصحيح جالس كن شنبق اللحن يتضبا كفري مركو والله عرنا حديث كان هوري أبي مرثد الغانوي جلوس لغو شيغي وجلوس كعادي أما مثل حاجة قدشة أحاديث كان لغو حرمي انت إن الفانتين بان ينربا وتأويل كان لغو سي مشغول باب الصلاة على الجنازة في المسجد وحبابي هاي وحكي مت الصلاة على الجنازة في المسجد إن روح مسلم كان لغو تكنكر صلاة الجنازة مسجد قدهيس ومسألة خلافية فقد أسكوها إياه إنه يبنان تاي بان اللوب بدن ياه إنه يبنان تاي اللوب بدن ياه لكن سنة وحاوي إن جنائز الله سمي المصلة قونية أما مساجد قونية ميلة قونية بنان إيه قرون ميت كل لقيه ولقوتو كذا إن الله سمي سنة وناكسن سنة نبي قبيالي الشري حديث الله وآيو أما اللقاء عجزو ويبنان تاي إن صلاة الجنازة أين كنت كنا مساجد قديدة وأنا سلاة دادو بدن تيم محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة ما بتشرب بقى ده الصومالي مساعد أن بلسوا عليه ما البنان كائن لدقوه ما كهذا مساعد كل هذا كتك نيسان قرون كبنان كعدل ضع يو شريك ورد حيية يا كفي عني لسوق اليوم مساعدك هذه ساسة صح لكن ما بنان تهم يسمى بنان إنه بنان تهيب الراجحة طيب وأنا سيد اللو بدني حق بنان إذا مركل لكن من أبي ذئب محمد عبد الرحمن ابن أبي ذئب إيو أبو حنيفة إيو وذاتك الأورنجر المالك سيدا مشهور كعو وحيدا ما بنانا قبي أهم ما بنانا قبي أهم صلاة الجنازة مركي إنو تكنينو بنان بان لا آذينا مصلى قونان لا آذينا روح قرغي سيدا كنت تكنين لكن مسجد مكي إنو أيوك الكاسي استاقين الكاسي استاقين من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له حديث كاسونا كاتكون مرتين بين الدليل شدان ننكي جنازو كنت كذا مسايد قديه كلتو كذا وحبكي هلم هاي وحجروا لو قريب متجروا ده روح مسلم كعمل وإله يقول دواني وعبادة ونأجر لو قرين إنه صميم برنانا يدين ورون توتا تاهم كالسال ليداد شيء عبادة نقونا يوالله من بدون إنه واجب نقضه إنه مستحب نقضه واجب مستحب نحو الله لا أجر بار لقه لا وحان ثواب الله هين هذه عبادة ما وحان ثواب يأجر عبادة ما ومباحات حبيب بناناوي من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له صالح مولى التوأمة لا انفرادي لحديثك أصبحنا حقوبة كجرة ننك كم بغي إن نبي ذئب ويو كقاطيو وحكم مغلي واجد دنبوغ الدور صومي صالح لكن المعين هي أبو اسحاق الجزجاني يا ابن عدي وحيدهن ابن أبي ذئب سمع من صالح قبل اختلاطه فحديثه جيد بخاري وحيري وحان فيليا بعد التغير والاختلاط وكم مغلي بخاري وكلقيا يا جماعة ذوها كم مرتوي انت وحاكدرون وتصها يوشن يحيوك بذنتاي ابن أبي ذئب حديثك وكرق مهيي ننك حافظك محدد كيف فقيها الناقد كان هدون في حديث وريو حقا أنه كل رقمه ودليل ودليل التصحيح على أقل التقدير وقوينية هذا حديث كاسي فلا شيء له
فلا شيء عليه مرن بدن باكتشرة نقاد وحي أبداً حديث كاسون وحديث منكر أيهاي إنه حديث منكر أيهاي أبداً يهين وأدنا حقوق وأمال مريان فلا شيء له وحيد وحال وجه فلا شيء عليه له بمعنى عليه بيكوت ماذا إن أحسنتم أحسنتم إلى أنفسكم وإن أسأتم فلا هذا فلا معنى وام هاي فعليها مركل له بمعنى عليه ويكوت ماذا في كتاب الله وفي سنة وفي لغة العرب بيداده مركل من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له وام هاي أي فلا شيء عليه ذنب الله ما هيستي وفي عين هاي هذا هل كاسي كم مرين طيب هذا حديث كاسي معانيه إيسا يسوك ناشيسا مرن باكوتشرا لكن وحان مر الله باكرا وحان مر الله باكرا ما لغا مر أنشرين سيدنا أبو بكر الصديق مركو دنتي مسلمين تسلات وجنازة مسادك كتو كذي عمر مركو شهيدي مسادك الأولى كذي كبار الصحابة والتابعين بانو تشوغي وحاسكو خلافين ما تشرو مرك جوازكو أصوغ إن المرن لقل يما ورك أبو حنيفي يمالك يمن بذيبنا حق إسكي جوازكو أصوغ واسدة لكن إشكال كي إمانا يا شيء أجر لهين سيه عبادة أنه قونا يا حالينا حديث كما يقاد داي وين أبنان تاي أجرنا والاقي هيلي هين لكن والاقى وناكسايا وشيء مستحب كام الدين تاك على خير بطن طيب يا مالك أبو شيزا هذا إمام كان يقدرني والمناسبة كان يقدر ويكوه أصبح هذا وش عيدا ويكوه أصبح هذا وحدثني علي بن حجم ياسر السعدي وإسحان إبراهيم الحنذلي والحديث في مسنده إسحان راهوية مسند كيسو حدك كجرى بهذا الطريق بهذا الوجه سقال بغولي طبعا كفيري واللفظ لإسحاق إسحان راهوية إسكاله إسحان إبراهيم الحنظلي قال علي وحوري بن حجر حدثنا وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي وحوري أخبرنا عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت وحيفرتي أن يمر إلى لصومره بجنازة سعد بن وقاص الزهري ميتك سعد بن وقاص الصومر يأتي أنت ينحبال كهر الصومر أن كنت كذي في المسجد مسجد النبي محمد يقول صومر يسوع حديقة فتصلي عليه إني كنت كتو سأنا يقول تكذو مركب صور لما يسأنا هو شين مسألة كي يسوع حديقة يتدعى أن كنت كذي فأنكر الناس وضد كبا قون صدي ذلك أرك آيتني مسألة كهل سوق لي صلاة الجنازة أنا كنت كنا يا مسألة قده إزا عليها على عائشة عائشة كو قون صدي وحالي هو شاس مصعونيس فقال عائشة وحيتني ما أسرع ما نسي الناس دق بدنا أما هلمام أوغا دتك دينت هلمام أوغا ما أسرع ما نسي الناس دتك دينك هلمام أوغا بيتر نقصوي بأهل ما بين سيدر بي وأهل ما بين ما صلى رسول الله رسول كلا موسى كنت كنين على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد صحابي قال سهيل بن بيضاء لأرجع من كبار الصحابة رقى كيش جرودي مكة أي حبشوه جرودي صلى الله بتمدن جركوي من أيو أها سنة كالسقالات هجرة مردين طي سنة كالسقالة هجرة أيوة دنت أبي هو ابن ربيع على إلادة لكن هو يوض بالوت يريع عام كوين صدح ويل ويو صفوان يسهل يسهل بال إلادة وسهيل يسهل يصفوان صدح هاس ابن البيضاء بالسكي إلادة قبر بيضاء الأورنجر دعد مقع إلا يبيضاء واللقب أما هو وصفه أي أرد شيء ضطبه وها هو يدين باع عام أتكون قنيس حيابنا ما عينا ما تقضى لقيا بينا كما عدير طيب أضيف ويحولك لك كف في عنته طيب سداس وي مركن إنك أنه وحيد ترى هو يدين ضدك الصنادى يدين كهلمام هلمام عقا هذا يبقى هيد مركن النبي يقول كنت كان هيد صلاة الجنازة سحابي يقول سليم بن بيضاء في المسجد وصنادك سعادة هجرة لكن والله هلمام كرا حلق السعد لمن أيوب وكنتني شن هجرة كنتني شن هجرة وي شن كنتنك هجرة وي حلق سليم كنت كذينا وصلت كالسقالات هي هجرة يعني وأفرتني دور سنة كهر أفرتني إيه أفرتني لحسن مية
أفرتني اللي حسن إلها أما أنت بتقرن لأذي سوك كلها تبغربتاني الطابطة أفرتني اللي حسن أول فرتني اللي حسن هادي أو في الشلي بعض المانتين ما أفرتني اللي حسن على حسن قرأ طيب حنفيو ذو مركب وحيد وابا ربناب هو يعيش هو شذاب حجنه واقو هوري جنازة والو تنجر المساجد ده واقو دمنا والاقات تقي تقيدا لقات تقي اي كيني انه يلقو قنصد هو شي سميسي ودليل نسخ بيده الصلاة في صلاة الجنازة في المساجد ومنسوخ بيده تركه بان الدنبي يو هالكاسي لما ريمب حلوب بشو اللي قوي يجي حديث كبير بابين هاي هو يو حيث يلي تدخل السنة النحو هالمام عقا وينو كر الديسي وان الله كان سعد وينو كنتو كتي هذا حديث هايسان يدي المحلوة هاللي ويدي هذا حديث يدي هايسان اما ركاكو قون صدي اقون ليهين محيوغا هاللي وايين حقيقة ترتي كهذا وينو حجيستي وانا هول محكمة يتيري اينا كانت اسحابك وينو كنتو كتاي كلمة بما هو بضم بابك راعي الدنيا أمهات المؤمنين مركب قديد وحياة هيد شيء بنانا أون لقيت تجي بهق وحولي وترك المباح لمدة لا يدل على نسخ ورنتي حبابين يا طحاوي وصاؤها الله يبو في الدنيا طحاوي يا الله اسكو صلى ذي يا بهق رق حفاد هوري ووي لما اسكو قدران وي ننوى متعصب للحنفية لأنه متعصب للشافعي إلى ذهب يا أبو يجري بيهقي أنتو هولان اسكد أيو ما هب قول بس قرآن كريم أقول تيسيو آلات الاجتهاد ونبا كاملة فيها يدور متمكن نواها وحن شافعي ده بتاني أنا قرني نبور ذهب بيهق إنه اسك اجتهاد وأصوه شيء كسيد أيو أيه بكف عني لو بدي طحاوي بيهق بيهق وأقوم بطن سكان فنك حديثك كرافي عن مع جلالتي أبي جعفر الطحاوي مركزه وحيه وركاه الله بينه وترك المباح لمدة لا يدل على النصر وأساس رنتيوي فعل المسلمين لشيء لا يدل على الجواز وتركهم لشيء لمدة لا يدل على جواز الترك بطوصي نصرنا كمطوصي لكن أنا ماشي النصر هكي أنت هو خطأ رنتيوي سننكو سيدا كويل هذا هي أصنع الأوسط يا الصغير يا الكبرى بوليه صدح كتاب ما كان دعاه صدح كتاب وكلا أذو قيام بضمون وحدثني محمد حاتم حدثنا بهز حدثنا بهز بن أسد نكس الرجل العمي حدثنا وهيب ابن خالد الباهلي حدثنا موسى بن عقبة صاحب المغازي أثبت الناس في المغازي بالله إذا وتقرنيس عن عبد الواحد ابن حمزة هذا ثم ريسين عبد الله بن حمزة عن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها الإمام مسلم مركا هذا حكوب الله بابك حديثك هورو أو سند أدو قيمة بضانة مطابع الله بادو أدو قيمة بضان بوكيني مطابع مورا كتشرو يؤدم بيسي وهذا من دقته وعبقريته في الفن يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما توفي هو يدن مركي اللو أفسده وقيريد سعد بن وقاص الزهري أرسل أزواج النبي نبي حاجز كده صوفر رندريبا عايشة كده قد ما محيو صوفر رندرينو عطسدين أن يمروا أن يمروا بجنازته إن أي لصومري أن يمروا إن لصومري بجنازة لصومري أما أي مران في المسجد فيصلين عليه أي كنت كذا وحيد أن صومري أما أن مروا أن كنت كنه هو أنك فقانا وإن مريانا يقع إيمانيا عايشنا والله صومر وكل دوي والله بمعنو هؤلاءكم مسلمين كيف قام مساد كان يجا صومر أيوه المساد كان لكينا يجا صومر عايشي أنت لميت كينا والله صومر مني ساسي كلاط هيا مر بعض مركان يدق ففعلوا وايلين ساسي سمين فوقف به وحلل سو جوكس الجنازة سعد مقاس على حجرهن قال الكودي قريهودي يصلين عليه سيقول تكذان يقول تكناي أخرج به فأخرج مكن اللي قلت كذا كذا حقي لا جب حشي الباب كمر كذا ما لا جب هي مسادك وهذا كل شيء يا راو عاش كل شيء أخرج به وحاله قصاري ولا قلب حي سحابي ميت كيسي
من باب الجنائز الباب كي جنائز لغا ساري جري الذي الباب كاسو كان أها متكبحو كدعه إلى المقاعد ملي لفريسان جري يعني ملي ردكده ومشاهد مكا لغا بحال يرفريستو ولغو ويسيستو ولغو ويسو يدين ويسكو ويديات أيا جري جرتي وودحي سمساد كي إيو مصالها جنائز تودحية المقاعد بالورن جري الباب كي جنازة لقى بحين تري يكود عيد تري ماشي اللي فريسين تري بالمرية وانتان بالوجه ده انتان بابك لقى بحين لقوش يقى يوحق لبا اخرج به وحا لقى لبا حيوي من باب الجنائز الذي كان الى المقاعد مالي اللي فريس مالي لقو يسيستو اما لقو نستو اما كباها نينك كشان اكو قشستو اما عدي وحسو يدين وحكو يدو حول غير نستي اهيد فبلغهن وحاهو يمكن سوء قاري امهات المؤمنة وحاسوء قاري ان الناس ضدكي عابوا إن يقون صدين عم بلعيين ذلك الرنكاس إن جنازه مثل الرحد وكد من اللي قلت كذو إن لا يقون صدي وقالوا وحيد هذين أمهات المؤمنين عام عفوا تذكي وقالوا وحيد تذكي هذين ما كانت الجنائز أمواض ما أهانشرين يدخل بها المسجد من مساتك الله سوقت يدخل بها المسجد أمواض يا جنائز لمسوا قنج مساتك لمسوا قنجرين بنان كاسا لديك يجرون لقلت كنجرين dadka markuu waxa laga yabaa inay yihiin saqaar oo saxaaba iyo taabiciin u badan yihiin oo insana hay dadka waaweynaa ee marka ogaa hawsha ka waran maxay leh xilligu saacad dhiman hayo saxaabadan kood way leedeen wax yar ba ka noola kontan iyo shan hijrada saxaabada boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan waa tagay wax yar ba ka noola waxaana waxay ku firirsanayeen magaalooyinka ku firirsanayeen taasaa ku tusays bay qiba sida u faahfaahiyay taxawa wuxuu maxdal min asxaaba جماهير الصحابة تشوغا أيا عايشة لغوكم صداوش بيها قحوة كاوس بحتار الدباغ رحل لقا كنت نشان تاجر دا وسعد دمان أيو صحابة النوليد فرا كترس بيها هاي بلاد دي لاه بنا كلام مغنى أيه ضد كن ماشي جيو حقون سنة أيه إسكاس عامو أو حبالو سعودنا وطابعين تعامو ضوية إيو علومة التابعين دا قيبا كمدون حكت بها إنن بيسكا قبضنا أيه صحابة هذي جويين صغار وصحابة هوش قنصن كرم ويا رجع هوش جوب جوجا ما بين حقي كان مرتين بالصلاة دي أبو بكر في المسجد تير عمر في المسجد قاسوا ولي بعد دي لذا الشيء أما إن عمر صلاة جنازة المساجد كل ولدت كذي وقضية إجماع في التاريخ تيدنا أبو بكر مامورا كتاعي إسكو قاعد هوش هذا مرك جواز بكنيس فبلغ ذلك عائشة أرنك هوينا هوينا عائشة جاري فقال وحيد لما أسرع الناس ددك محاكا دك بضانو إلى أن يعيبوا إنا يدل عيان كدك دك بضان ما لا علم لهم به وحسن أقول أولا هاي ددك إنا يقون صدان أما عم باريا أما دل عيان دوا وحسن أقول أولا هاي أين كرام الدفرة عابوا علينا وحنقوا عيبين بذنو دل عيان أن يمر بجنازة في المسجد إن جنازة مسجدك الله صمر الله رح لقوا إن كنت كنه وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا موسى كنت كان على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد مسجد قدهيس قرك سلام دغين الباب كي سلام برتن كا لا دغيت كسو نبي كنت كدي ما لغا نقاش مركا ويدا حجه لا تيبدي ما لغا مرملا اذا لبدا مركو قصدي ولبا سند او كان سند للاعتماد من المتابعه وفافها سن عايشان هوش سن غونو كو اهي هوشن اي كد كغرمين كد ما الاسكا امس هدي ديري حجل لهي او ناسخ لهي ما لو امس بيهق ابو بكر البيهق ورنتي احمد بن حسين هدي حجل لهي عائشه مركي غرنتي ما الله الله نص يا لو ارديسان اكثر الناس قولا بالنسخ من اهل العلم وابو جعفر الطحاوي سكي الى لي حديث كو دقاجين ولا منسوخ سكي عليه وعصر ابن شاهين الحنبلي وطريقة أحمد لو لوتيري وحلا مدى صادرت ذو حقق لي إن رجب الحنبلي مركو شرح عيل وترمد وحوري أوسع الناس خطوا في الدعاء النص وأبجع فطحوه علماء إنك أوت الله بدر وحوي يبوري إن لا شكت النص ومسوق لي هذا وطحوه إسكيل عليه ورنتي ديبو فيري وحاصل أن تعصب كيني وينان قواعد الله إلى أن أضوء الدفاعية مذهب خاصة دار قدني بأن لو دي حديث كان طرق دي سهوليس مركزه حيولي وحا أصحيح سن طريقه هنا لغب الله بأي كان
وحو شيغي ان موسى بن عقبه لسكو خلافي موسى بن عقبه صاحب المغازي الى مدار السند وعليه زو ما رقته طريقه دو دنبيان وجدنا كي هرنا وحا متابعين هي عبد العزيز بن محمد الداراوردي كلاهما عن عبد الواحد بن زياء بن حمزه وحوري مرك دار قدمك كهل اختلاف الروات على موسى بن عقبه يا وحوري قبل دنبيش والصحيح ما رواه وهيب عن موسى بن عقبه الى اخره وطريقه ضهيسه وهيب بن خالد الباهلي عن موسى بن عقبه وحوري وكذلك حدث داراوردي عن عبد الواحد بن حمزه عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه وطريقه هوري طريقه هوري كان ضمبه لبدا سوخوجيه طريق مركله دبدان او يودادو ادو دغالمين يا سو سوده يعني مسلمي وحاسبه من دار قدي حيت كلو ادو دغالنت ما نارغ. وحدثني هارون عبد الله الحمال ومحمد رافع عن نيسابوري واللفظ لابن رافع وحو مسلم ادم بيسيب وقبا هبا هذا مركا اي ولادها مسلم اي بخاري كهل اي تطابتان واحد كنت من شواهد ايو متابعات تنوحي كتوسة اي سوادادو فنق ان لو قدم بي بخاري يا مسلم قد اشونا انقع لك سينين اله بنا كبركي الى يومنا هذا بلا دقاتين لأيها كتاب 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 عن لكين لأيها ولاد اي قد درينا اما طابتان قرطو اي راعي لا ضهي حاوي وحو الهي دينك كو الالي او سنة ربك حفظيه ويهي وحور المسلم قال وحيد لبدا وذا حدثنا ابن ابي فديك محمد اسماعيل محمد اسماعيل ابن اسماعيل بن ابي فديك اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان الاسدي عن ابي النضر سالم ابن ابي اميه الاسدي عن ابي سلم عبد الرحمن بن عوف الزهري ان عائشه رضي الله تعالى عنها لما توفي سعد بن وقاص مكه جيريد الله اوفسدي قال وحيد لي ادخلوا به المسجد مسجدك الله سو قال جنازه اي كان حتى أصلي عليه سنة قلت كذا أن قلت كذا فأنكر ذلك علي أن كاس هو يدنا لقوق ونسول لقود دي فقال وحيد جري والله الله أن كنا أرتيه لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه إلهي بأن كنا أرتيه النبي محمد موسى كنت كنين وعفو كنت كذا يتور النفق هيدي لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كذا على ابن بيضاء ابن بيضاء بيضاء لبيضاء ويل بكتو كذي في المسجد بكلتو كذي سهيل أها يو أخي ولكن ما سهل با مسوا صفوان سهل إني هاي بالله شيء لكن سهل نبي قول نول بور نبي كدي بور انتي بالله شيء قال مسلم وحجري سهيل بن دعد هو ابن البيضاء سهيل بن وهب بن ربيعة ويأبتر كيسا آباها مكا اللي دادو سهيل بن وهب بن ربيعة لكن دعد هو يدي مقعي دي وهي دعد من حجم جحم بالي هذا مقعي بيضانا وحوي واسك اللقب وصفي وهو من بيضاء وهي أمه بيضاء هو يدي بيضاء اللي هذا سوي من دعد مركوا يعني أبيه إن دعد اللي هذا أيوه مرة يا مسلم سيدا كم موقت لكن سيدا اللو بدان هاي أبيه وهو ابن ربيع أما دعد هو لقب وأن أقوم ارتامي داعي هذا وانا وصوم الرسول على عمر في المسجد وابو بكر في المسجد صحابي كان حديث كسنا وسوغن هي دار قدني اي حديث كان الا كشيغي حديث كان دنبه قدام بمتابعته حديث ما هو متابعه متابعه وسكل الذي وحن مسلم او دمريو اي قال اوغي وحو يده هذا مره نينك لي ضحاك بن عثمان الى الكيزه الى دار قدني رقم كصدح كل لحب قل افرتني تضب حكوا لك قال لي صدح كنت تطبع قول الله باثني سيدي حكوا لك قال تطبع والزامات رقم ك لو بقول إيو كو وكافرين كرتا قاد بوابش أو قال لي وحوك كوكا بجيبي وركيس مكلا صوكا وحوي نينك اللي إذا هذا أبو النضر بارس وخلافة أرديس اسمان رافع أبو النضر سالم ابن أبي أمية إلى آخره عن أبي سلمة عن عائشة صومها نينكا سالس كمان دافي صدح وداد يا وحكا قاتوري نينكا كو ضحاك بن عثمان انا بالنضر مالك بن انس انا بالنضر عبد العزيز ابن ابي سلمه ابن ابي سلمه بن ناجشون عن ابي النضر صدح له وداد ويبور مالك يا ماجشون وي خلافين بن ضحاك بن عثمان بي خلافين وحيكدغين حديثا مرسل وحوجه منقطع بكوذا
ومحي كوريين وحي كوريين عن أبي النضر عن عائشة ماشي وحي كسارين أبي سلمة كسارين أبو النضر عائشة مسو قارن منا أركن وحي أسي مرا عائشة واسط وأسي مرا مالك يا صاحبك ماجشون وحي حديث كدقة من حديث أبي النضر عن عائشة مرسلا بول ولا يصح إلا مرسلا بسو استاغي مرسلكم حكوة ذا ولا يصح إلا منقطعا هنا إطلاقه وشو دار قنوية قالنا حفاظ ونبا يقانا به يقبا استعماله أبو زرعة الرازي أبو حاتم الرازي بخاري با استعماله مرسل وحيو جدان منقطع هاي المرسل كوا من المنقطعات حديثك مرسل كا وحبا كقوان صمه أصدوها منقطع طيب معنا زي اسكي استعمالي وحيو والله حافظ با خلافتي هذا ضحاق رويز وشاذة ضحاقنا موصول بكدب موصول عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة ومتصل متصل وي مركع الضحاق وحليين لبع الرمض بليمت سندك وصليه إيو زيادة عن متنقر كترونه نبي قول لبدي ويلة إن بيضع أيضا شيء سهيلي ولا الكيب ومسك كلته كذا رواية أركوك مجرم سهيل بسو أها قد يضع مركع وذاتك شاموه من مكو تحقيقين يتطبع لزماننا والحق ما قاله الدار قدن وكم مرة لكن يسود الدار قدن مرة حق إلى ماءها فإلى خلطنتهاي وحيو خلطنتهاي بان يدين شيئية ورطم مسلم كتاب كيسي سيدة أقول لك إنه يسحان تهيبا يا مقاطة علماء بضان با انت اللوك هنا فيرميين أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي محمد مسلم وارو حفاظ عصره كتاب كيسي ساسي كود بيين رجاش قارك وحيد هنا دبكي ساف ويدكهل لكن مطنقة يا أساني دي سوي فرميين مرك إجماع أهل عصره وقفلا صحيح مسلم انت عطينو كسو تقنو نيو والبوح شيخين كإسكال الله دي انت بضان أقوان كستو أولي هاي مكة اللي قوت قوضو وحيد رعضا قرتو غالبا مسلم يبخاري بي رعضا والأصل نوامي وحمل الأمور على الغالب لبضا وإسك مقدمات إقناعية مقدمات إقناعية وهي وديني بالميزات هذا الحديث كم سودة الإمام البيهقي طريقا انتوك هنا يقول والحديث ثابت موصول من وجه آخر عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة بيهقي وخلافي داغون وحول حديثك ثابت موصولا من طريق آخر طريق آخر كما حكاد طريق أبي النضر سالم عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها سيدا وحكويري سنن كيس ما عفوا الاوسط السنن الاوسط لو يقال معرفه السنن والاثار لو يقال هي سالم ميه سالم هو مقع ابو النضر ابو النضر بالي مقع سلي هذا سالم اميه سالم ابن ابي اميه ابو النضر وكنيه زوما طيب يا وحان كربا طريق أول مكو كسوها اللي سنة كلو محوك شيغي آن أهين طريقة ضحاك آن أهين أو ضعيف الشيغي مركز وحيوي طريقة ضعيف كتحاوي يكون مشغولي مبربني حديثك وثابت موصول من وجه آخر وأنا وجه الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سنة عبد الرحمن عن عائشوي ما يدفع أنت وركي يقد هاي يضحق لك هديك لي حشرك وانجوشيني سيدو كلي وحام مري أبو داود أبو داود بأسوغن مري ومري انتو كان الطريق عن أيو واركا إنو يهي طريق سوغن طريق سوغن بواركا لأنه حن سومر قاعدة أبو داود وحسون كسو كون شيغو وأوسا علين لا تصريحا ولا تلميحا إنو أكتسا صالح يهي ولا وصواب وحاكروا سيدا مري بغوي في شرح السنة حديثه كان طريقا وكان مكسو حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن ابي النضر عن ابي عبد الرحمن ابي سلمة عن عائشة صدح هو البديقة هيسا انت امر كان كتب ومسلم تاقيرتي مالك ارسال كيسين حلو علي وابرني نمو ترقدني على امامتي وجلالتي وحقي هاي وحقي علي عند الحفاظ والنقاد ارسال مالك لا يعل بلا حديث مالك ابن انس ابو عبد الله امام دار الهجرة هذي حفاظ قاركوت أي حديث كوصليا أما إسناديا أصغنا إرساليه وحبالغم عليه محايا لو عادوا وليه
مالك وحاده هو حديث كان مر اسك ارساليه مر وقفيه مر مر اسناديه محل لان المرسل والموصول عنده حجه حديث كان ابتكي سكو دمهستر ان ان دخل كغتغو لما غره هو حجه مالك تيساس وقبا صدرت حديثك اسك ارساليه حفاظ قري ابن حبان وحو يري حديث بكره للمال لسو خلاف صحيح ليس شنكن هل بقول سيدتنا شنكا فيري وقاعده مهمه وكهله حديث اصحاب مالك بايس خلاف انه ارسالي حديثك وكلا غويه ان دخل كغتغا كل مالك بين مريا مركز وحو يري وارسله عن مالك صائر اصحابه هبل هبل بحثك وصلي عن مالك أصحاب مالك كلو دن وارساليه وحوله وهذه كانت عادة لمالك يرفع في الأحايين الأخبار ويوقفها مرة أخرى عفوا ويوقفها مرارا ويرسلها مرة ويسندها أخرى على حسب نشاطه ابن حبان هو مدقق من محققي علم حديث بالغوترية وهو كفي عنه كيقا حديثك حاكم يغيرك ولا البيه قصاك غوري ما قال أهوش الأخرى وحوله وعادة مالك أولي هاي أحاديثه سيدة أقلا محسن إياه مروا كو رفع بول مروا كو وقفني مروا مرسل كدقي مروا كو وصلنا إياه على حسب النشاط كل باوح يكون حرنت هاي سيد أفهم إيسان يا هاي أما أرضي أو حرميني وحوله حاك ابن حبان فالحكم أبدا لمن رفع عنه أو أسند عنه فالحكم أبدا هدي مالك بلسكو خلاف هي اي رواد مرنا كوسليان مرنا كارساليان حكم وحاتيسا نينك مالك مريه ورفعيه اما حديثك وصليه فالحكم ابدا لمن رفع عنه واسند بعد ان يكون ثقه حافظا متقنا بري ما قرب هذا حديث كان مالك ودرقن حجيستي دبيها قبا عفوا مالك بارساليه أسرع وحوري أصحاب مالك أن يسكون خلافه أنين ليلة حماد ابن خالد أبو عبد الله الخياط المدني البغدادي وثقة حافظ متقنة ومالك حديث كوري أصوى موصولة كحديث الضحاك ابن عثمان الأسدي مالك عن أبي النضر سالم عن أبي سلم عبد الرحمن عن عائشة فالحكم أبدا لمن رفع أو أسند عن مالك بعد أن يكون ثقة حافظة وهذا هو الصواب هذا هو الصواب هل قال سمك تعقب بعضي نكلي حماد ابن خالد أبو عبد الله الخياط نوام الرجال مسلم والسنن حديثك حينوق إمن دونا في كتاب السيد حديثك بتعلبة الخشن بأنك قارد دونا أحمد بالويدي كان حافظا وغير مجروح أبدا وحجر حين مجروح حفاظ وحسكوها فإنه حافظ متقن ولو وحوها هرقان لي قرق مالك هرتي سألرها قطلة هل قاسوا بكشقين جريبا مالك على باب مالك بقاع كشقين جري إذن هل قاسوا حقوب باباي مالك بإرسالي وحيسو هاري مالك قد يسال اسكو خلاف مروا وقفيا مروا إرسال وكذلك حديث كبا عن أبي النضر عن رسول الله عن أبي النضر عن عائشة ما بشي قبا ولا أبي سلام ما بشي قبا مرنا وحوله عن أبي النضر عن عائشة مرنا وقص إسنادياي عن أبي النضر عن أبي سلم عن عائشة وكذلك والحكم أبدا لمن رفع أو أسند عن مالك بعد أن يكون حافظ هذا هو الصواب لو نجري يا أبو يعلى الخليل محيري كان مالك يرسل أحاديثا لا يبين إسنادها وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله عن إسناده ربما أجاب إلى الإسناد به مالك اسك ارسال احاديث نينك كو دير احاديثك اي شغيل هذا سند كيسه يو يخرجن جرب انت قال اسو هاف ودي بجر ما هي لان المرسل والموصول عنده هو سواء وحجه يحتج مالك كذا النعمان بهم وتابعهم ودانوا بور مكو عراقي الفيديسي يحتج مالك مرسلك وحا حجزته مالك كذا النعمان به اي بالمرسل وتابعوهما أصحاب المالك وأبي حنيفة ودان ونكدين دكتان بولوي ويحجيستان في الدين تقال قال سيكون أمات أحمد بن حنبل وحجري ومالك يرسل أحاديث كثيرة يوصلها غيره
أحاديث غير كي وصلية أو إرسالية قد يضع مرك من رقم كرت قد يلقوا عليه حديث كلقوا عليه كذلك ماجسون سيدا مال الأسبوع خلاف الأسبوع خلاف أصدقنا وإرسالية حديث سيدا مالك وكله مرك تعليل كاسقاب كإن لورد جو أو مسلم لود دفاعي هذا إن لسكي هذا والحق ما قاله الدارقون هو خطأ أكتيدا وأنا مثلا اجتهادية اجتهاد كمسلم بأن أنا غلاف في عن مثل دار قدني لشهادة علماء عصره له انت أنك قدتك باب ما يقال ما قد راه الدباب كان مسيح حديثك ودير يبلغ العواز كي يجبني إن شاء الله.